ستيتمنت اللي بدها تقوله، الحكي سخيف اللي قالته، بس ما فيكم تلوموها انه عم تعمل شغله. لكن المصيبه الكبيره لما طلت، وهيدا الفيديو اللي لازم تحطوه، لما طلت بعيد الحب بعد يومين ثلاثه مع زوجة فائق حسن، راح شوي بوشا بوش ومدت لسانها، فهيدا منتهى الفسق والدعاره على الهوى. كان فيكي تحتفلي بعيد الحب انت وياه بغرفة نومكم بالصالون، تسكروا نايت كلاب وتسهروا، مش تصوروا تطلعوا فيه وتمدي لسانك. What does it mean انك تمدي لسانك؟ هيدا تعبير جنسي ولا يليق غير بالصغار، حتى الصغار لما بيعملوه بالمدرسة بنضحك عليهم. فانت مين مفكرة حالك؟ مرة قربت على الستين وعم بتقربي على رجال عم يهرب منك. يعني إذا بتلاحظ الفيديو عم بتقرب عليه وعم بيعمل هيك.